قال رحمه الله. الآن هذه المقدمة أظن ممن طبع الكتاب وكذا. الآن تبدأ بكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. الطحاوي من مصر، وطحا يقال أنها بلدة بمصر. نعم، هذه العقيدة اعتنى العلماء بشرحها، ومن أنفع والله أعلم الشروحات شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا رفق بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج فقهاء الملة. لا لا، واحدة واحدة عليها يا شيخ، أعطني كلمة كلمة. هو بدأ رحمه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ العلماء بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بعلماء السلف، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة، كأنه يقول بسم الله أؤلف أصنف. نعم. ثم بعد هذا قال: هذا الذي سيأتي بإذن الله تعالى هو معتقد لابد أن تعتقد بقلبك، وهذا الذي تعتقد بقلبك لابد أن تقول بلسانك، لأنه لا يكفي أن تعتقد دون أن تقول بلسانك، لأنه إذا كان يعتقد ولا يقول على هذا أئمة الكفر. فرعون يعتقد لكن ما قال، إبليس يعتقد لكن ما قال، بل قال خلاف هذا. ولابد أن يكون هناك عمل بالجوارح. هذا اعتقاد من؟ نعم. أهل السنة، من هم أهل السنة؟ أسأل الله يجعلني وياكم منهم. أهل السنة، السنة هي الطريقة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا يكفي التمسك بها ظاهرا دون الباطن أو باطن دون الظاهر، ظاهرا وباطنا. قال أهل السنة والجماعة، يعني اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا ولم يتفرقوا. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، نسأل الله العافية والسلام، إلا واحد. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أهل السنة تمسكوا بها ظاهرا وباطنا، واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة. نعم. على مذهب فقهاء الملة. على مذهب فقهاء الملة. نعم. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. وهذا الإمام قلنا الأصل أن نتوسط فيه، لا إفراط ولا تفريط، ولا نذكر إلا بالخير. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام يعني لا تتوجه باللوم إلى من؟ إلى الأئمة الأعلام، واعتذر لهم. هذا يقول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنت من أنت حتى تأتي وتتكلم في جبل أو إمام من الأئمة؟ عندنا شيء يسميه العلماء رد لطيف، تقول مثلا هكذا قال والحمد لله رب العالمين. أما تتوسع في الرد وتتكلم في الأئمة لا. وسيأتي معنا أن هذا المؤلف رحمه الله
انتقد عليه في هذه العقيدة في ثلاث مواضع فقط، يعني الانتقادات الموجودة على هذه العقيدة في ثلاثة مواضع، ومن نبل المرء أن تعد معائبه. انتقدوا ثلاثة ليست بشيء، بل جاء ابن مانع، الشيخ ابن مانع رحمه الله، وجاء الشيخ ابن باز رحمه الله ودافع عنه، قالوا هذا الكلام من المؤلف مجمل ويحمل على بقية كلامه وما كان يعتقده وأنا أدافع عنه، لكن لو غير هذا قال هذا الكلام لرددنا عليه، لكن هذا المؤلف معروف بأنه من علماء أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام مجمل ونضحنا هذا الكلام ولا إشكال. وهذه طريقة إخواننا، طريقة العلماء الربانيين مثل ابن باز رحمه الله تعالى، عندما جاء وشرح هذه العقيدة الأمور التي وجد فيها خلاف قالوا هذا لعله خطأ من النسخ، لعله هذا المؤلف قصد به كذا، لأنه يعرف معتقد هذا الرجل، وأن كلامه أحيانا قد يأتي بألفاظ مجملة وفصلها بعض الكلام. طيب نعم، الإمام يقول أنا في هذا الكتاب ذكرت معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرت معتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذكرت معتقد نعم أبو يوسف رحمه الله من طلاب أبو حنيفة رحمه الله. نعم، هو يذكر الآن ثلاثة من الأئمة عند الأحناف، ذكر الإمام أبو حنيفة، ذكر أبو يوسف، والثالث محمد بن حسن الشيباني. نعم رحمهم الله جميعا. نعم قال لكن يا أخواننا لابد أن نلاحظ أن هذه العقيدة هي من كلام الطحاوي، ممكن بعد هذا الكلام قال بها أبو حنيفة رحمه الله، وممكن أن يكون المؤلف خالف الإمام أبو حنيفة في بعض المسائل، مفهوم؟ يعني لا ينسب هذا الكلام الذي في العقيدة هذه عقيدة إلا لمن؟ للطحاوي رحمه الله. نعم. وما يعتقدون من أصول الدين ويؤمنون به رب العالمين. نعم، أصول الدين، الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل الدين أصل، لا يوجد عندنا أصل وقشور، أصل وفروع، لأنه بعض الناس ممكن يقول لك مثلا الصلاة من الفروع وكذا 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 يفصل الدين. فالدين الإسلامي يؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة على ما كان عليه السلف الصالح. نعم.